بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تاكرو فيكسر. إذا كما ترون اليوم سوف نقوم بشرح هذا هاتف شاومي ريدمي نوت 8. وكما ترون فهذه البوردة الخاصة بالشحن والخصائص الأخرى. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة أو تتبع مسارات الشحن الخاصة بالشحن والداتا من الكونكتور الخاص بالشحن إلى الاي سيات وإلى الكونكتور الخاص بالبطارية. أنا لبركة الله كما ترون فهذه هي البوردة الخاصة بالشحن أو التي يوجد بها كونكتور الشحن، وهنا توجد البوردة الخاصة بالهاتف. إذن سوف نقوم الآن بتتبع. كما ترون هذا هو الكونكتور الخاص بهذا الهاتف، فهو من نوع تايب سي، وكما ترون هنا بالأحمر فهو هذه الرجل وهذه الرجل، فهم الرجل الخاصين بالموجب، الكونكتور الخاص أو الرجل الخاصة بالموجب، وهي تحمل شحنة الفي باس يعني 5 فولت. أما الرجل الأولى من هنا ومن هنا فهي بالنسبة للسالب. ثم بالنسبة للداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف، هذا الأزرق الفاتح فهو الداتا نيجاتيف، ثم الأخضر فهو الداتا بوزيتيف. إذا من بالنسبة للموجب فهو يمر من هذه الرجل ويذهب إلى هنا كما ترون، إلى هذا المكون هنا، من هذه النقطة وهذه النقطة إلى هذا المكتف، ثم يذهب إلى الكونكتور أو الكونكتور الذي يقوم بإيصال الداتا والشحنة إلى الكارت مال الأخرى. إذا إلى هنا كما ترون في باس يعني الشحنة الموجبة التي تدخل من هنا. أما بالنسبة للداتا بوزيتيف والنيجاتيف كما ترون هنا، هي تمر عبر هاتين المكونين هنا كما ترون إلى هذه النقط، ثم تذهب إلى كونكتور الخلف البطارية من هنا كما ترون، داتا USB داتا نيجاتيف USB داتا بوزيتيف. إذا قمنا حساب من هنا يعني 1 2 3 4 5 6 و7 من هنا. إذا بالنسبة لتتبع الأعطال، فأول شيء يجب فحص أو وضع الشاحن هنا ثم فحص. إذا كانت هنا 5 فولت موجودة هنا، نقوم بالذهاب إلى هذه النقطة ونقيس، نقيس هنا ثم هنا. إذا لم نجد 5 فولت هنا يعني هناك خلل ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. طبعا اذا لم نجد 5 فولت هنا يجب تغيير الكونكتور الكامل. اذا وجدنا 5 فولت هنا ولم نجدها على الكونكتور هنا يعني ان هناك قطع في المسار من هنا الى هنا، ويجب عمل ايصال هذه النقطة بهذه النقطة ويتم حل المشكل. اما بالنسبة للجهة المقابلة لهذه الجهة كما ترون هنا، هذه هي الكارت مال الخاصة بالهاتف ريدمي نوت 8. نذهب إلى الكونكتور هنا، نجد هذا هو الموجب، هنا نقطة الموجب، وهنا الداتا نيجاتيف، وهنا الداتا بوزيتيف. إذا قمنا بحساب من هنا 1 2 3 4 5 6 7 كما رأينا هنا، 1 2 3 4 5 6 7 إذا 6 و7 مقابل لهما هنا 6 و7. إذا نقوم بتتبع مسار الموجب، فهو يخرج من هنا يذهب إلى هذه النقطة ثم إلى هنا في باس، ثم يمر عبر هذا الاي سي هنا المنظم، ثم يخرج من هذا الاي سي الى هذه النقط. للاشاره فالموجب هنا فهي 5 فولت تدخل الى هذا المنظم هنا، ثم تخرج 5 فولت يعني في باس، لا زلنا لم نصل الى منظم الشحن يعني الاي سي الخاص بالشحن.
إذن كما قلنا فهذه النقاط. إذن بالنسبة لتتبع الأعطال هنا كذلك نقوم بفحص هذه النقطة، إذا وجدنا هناك 5 فولت نمر إلى النقاط الموالية، نقوم بقياس هنا ثم هنا، إذا وجدنا هنا 5 فولت ولم نجدها هنا إذن فهناك مشكل في هذا الاي سي هنا، إما يجب تبديل هذا الاي سي أو إزالته وعمل خط إيصال من هنا إلى هنا، لكن مع مراعاة بأن هذا الاي سي فهو مهم جدا، يجب تبديله بأي سي مناسب له. ثم نقوم بتتبع العطال حتى إلى هذه النقطة، إذا وجدنا هنا 5 فولت فبالنسبة لهذا المسار يكون جيدا، إذا لم نجدها فهناك فصل في هذا المسار ويجب القياس في جميع النقاط من أجل إيجاد المشكلة. نقوم أو الشحنة تدخل إلى أي سي الموجب هنا في العمود الأول وفي أفقيان وعموديان هنا في هذه النقطة، ثم من الأي سي تخرج شحنة الفيبات من هنا من هذه النقطة، تخرج إلى هذا المكتف ثم تذهب، سوف نتتبع الفيبات كما ترون. أقوم بتتبع الفيبات إلى أين يمر عبر هذه النقطة هنا، يعني هنا يجب القياس، نجد شحنات 3.7 أو 4 على حسب الأجهزة، ثم يمر عبر هذه النقاط، يجب قياس هذه النقاط، أولا نقيس على، ثم تذهب عبر هذه النقاط إلى الكونيكتور البطارية، نعم سوف نذهب، نعم هذا هو الكونيكتور البطارية هنا، عبر هذه النقطة وهذه النقطة. إذن أولا نقوم بقياس تتبع العطال، نقوم بقياس هنا، إذا وجدنا الشحنة هنا موجودة في القياس فهو سليم، فالمسار سليم، إذا لم نجد هنا النقطة يجب القياس هنا وهنا، إذا لم نجد نعود إلى هذه النقطة ثم نقيس، إذا وجدنا الشحنة تصل إلى هنا ولا تصل إلى الباتري أو البطارية فنقوم بإيصال هذه النقطة بالبطارية وينتهي الأمر. الآن سوف نقوم بمثلا تتبع هذا المسار الخاص بالبات اي دي والبات تيرم، أما بالنسبة لهذه النقطة فهي السالب. إذن كما ترون هذه هي النقطة الخاصة بهذين المسارين، المسار هذا المسار المدادي والمسار الأورانج، إذن فهي تمر كذلك من الكونيكتور الخاص بالبطارية وتذهب إلى هذه المكونات هنا كما ترون، وفي الغالب فهي تذهب إلى أي سي البروسيسور أو إلى أي سي الشحن. نعم فهي تذهب إلى أي سي الشحن، يعني هذا هو البات اي دي والبات تيرم من هذه النقطة وهذه النقطة. إذا عدنا إلى هنا كما ترون الأورانج يعني هو الغوزي أو هذا اللون فهو كذلك هنا. أما بالنسبة لمسارات الداتا هاتين المسارين نقوم بتتبعهما كذلك، فهما يمران هنا إلى كما ترون إلى هذه المقاومة، يعني المقاومة ثم هذه المقاومة التي توجد هنا، ثم من هنا يذهبان إلى أي سي البروسيسور، ومن هنا يذهبان إلى أي سي الشحن كذلك، إلى هاتين النقطتين في أي سي الشحن.
إذا خلاصة من أجل تتبع الأعطال كما ترى لقد رأينا المسارات فهي توجد فيها العديد من النقاط. طريقة تتبع الأعطال فهي يجب القياس على هذه النقاط. مثلا كما ترون هذا المسار به العديد من النقاط، يجب القياس أولا على هذه النقطة ثم تتبع ثم هذه النقطة هذه النقطة. إذا وجدنا المسار سليم نمر إلى النقطة الأخرى ثم إلى النقطة الأخرى ثم إلى النقطة الأخرى. إذا لم نجد مثلا قمنا بالقياس من هنا إلى هنا ولا وجدنا سليم ثم أتينا وقمنا بالقياس على هذه النقطة هنا ولم نجد شحنة تخرج من الآي سي، إذن فهناك مشكلة في الآي سي هنا الآي سي ككل، يعني يجب تغيير الآي سي. أما إذا وجدنا الشحنة تخرج من هنا ولا تصل إلى الكونيكتور البطارية فهناك مشكل ليس في الآي سي وإنما المشكل فهو في هذا المسار، يجب تتبعه وتوصيل هذا المسار وينتهي المشكل.